طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم برلمانيي العالم بتفعيل أدوات الردع وخطاب الرفض فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون معادلة غير منصفة ومفارقة غير مفهومة. وقال الغانم في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمره 39 بعد المئة، قال منذ أكثر من 50 عاما يرفع الفلسطيني غصن زيتون فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون، وعندما يرفع حجرا تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الأخت جابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، معالي الأخ مارتن كونغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية المشاركة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناقشتنا لهذا العام تتعلق بالقيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي. إذا نحن بدءا نتحدث عن افتراض وجود دور برلماني دولي متكامل متعاضد ومحل إجماع تجاه قضايا الإنسان وحقوقه، ونحن أيضا نتحدث عن عنوانين عريضين يتعلقان بالسلام والتنمية، فلا تنمية دون استقرار وسلام، ولا سلام دائم دون تنمية وازدهار ورفاه. أما الجزء الأخير من عنوان مناقشتنا فيتحدث عن عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، أي عن العصر الذي يتعرف فيه الإنسان عن الآخر المختلف، وهو تعرف يفترض أن يؤدي إلى معرفة وتفهم ووعي بقصد التفاعل والتكامل. وسؤالي هنا، هل تلك الأضلاع الثلاثة لعنوان مناقشتنا تسير في هذا العالم المضطرب والقلق بشكل إيجابي وبشكل يدعو إلى التفاؤل؟ هل هناك قيادة برلمانية دولية إجماعية تقف كرادع أخلاقي ضد كل منتهكي حقوق الإنسان في العالم؟ هل شروط استدامة التنمية والسلام متوفرة بشكل عادل في كل مناطق الاحتراب والصراع والتوتر في العالم، وخاصة تلك المزمنة منها والقديمة؟ وسؤالي الأخير، هل نحن في عصر التغير التكنولوجي أقل توحشاً وعدوانية وتوجساً من الآخر وأكثر إنسانية وأخلاقية؟ أنا أدعو كل الأحرار في هذه القاعة وممثلي شعوب العالم إلى النظر في أي ملف صراع مزمن في العالم ليروا كيف أن الأمور لا تسير بشكل يتلائم مع تقدم الإنسان وتحضره المفترض. أنا سأركز على القضية الأم الأكثر قدماً والأسرع تدهوراً والأشد إيلاماً وتأثيراً في وعينا الجمعي العالمي، قضية فلسطين وحق شعبه في الحياة. منذ اجتماعنا قبل 6 أشهر هنا، ماذا حدث على صعيد هذه القضية؟ هل بقيت فقط دون حل وتقدم؟ كنت أتمنى أن أقول نعم، لكن ما حدث خلال 6 أشهر هو مزيد من التدهور والتغيير المستمر والانتهاك المؤسس والمتعمد. قبل 6 أشهر كنا هنا نرفض ونشجب تغيير وضع القدس باعتبارها عاصمة للكيان الغاصب، فإذا بمزيد من التدهور والتراجع والنكوص يتحقق خلال فترة الشهور القليلة الماضية على أكثر من صعيد وملف. ففي يوليو الماضي قام الكنيسة الإسرائيلية بالمصادقة على ما يسمى بقانون الدولة القومية اليهودية، يتضمن فيما يتضمنه من تكريس للقدس كاملة كعاصمة مدعاة لإسرائيل، في تناقض فج وواضح وتحد لكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة باعتبار القدس الشرقية أرضا محتلة، إضافة إلى إعطاء اليهود حصرا حق تقرير مصيرهم وكأن الآخرين من مسلمين ومسيحيين غير موجودين أصلا على هذه الأرض. كما تضمن القانون البائس هذا تشريعا واضحا للاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة. وهل اكتفى هذا الكيان الغاصب بذلك؟ قبل أسابيع فقط ترفض المحاكم الإسرائيلية كل الالتماسات القانونية المتعلقة بقرية خان الأحمر في الضفة الغربية، لتشرعن بذلك الخطوة الإجرامية القادمة المتعلقة بهدم منازل وممتلكات المئات من الفلسطينيين هناك. ولعل جميعنا قرأ التطورات المتعلقة
بتمويل ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا، وامتناع بعض الدول عن سداد حصصها لتمكين الوكالة من العمل. صحيح أن الكويت إضافة إلى دول أخرى كالنرويج وألمانيا وإيرلندا قامت بسداد العجز المالي الذي حدث هذا العام، لكن تلك الخطوة هي حل مؤقت لهذا العام فقط، فماذا عن الأعوام المقبلة؟ وكيف ستعمل هذه الوكالة المعنية باللاجئين؟ أضرب تلك الأمثلة لأبين كيف يمكن لسكوتنا وسلبيتنا كممثلي شعوب العالم أن يؤدي إلى مزيد من التفاقم والتراجع والتقهقر على صعيد أكثر من ملف إنساني وعلى رأسها القضية الفلسطينية. من ناحيتنا لن نمل ولن نكل، وانطلاقاً من واجبنا القانوني والحقوقي والإنساني في ترديد ذات الخطاب، وهو الحاجة إلى تفعيل دور منظمتنا العتيدة كعنصر ردع أخلاقي وحقوقي لكل منتهكي حقوق الإنسان في العالم. علينا أن نفعل من أدوات ردعنا وخطاب رفضنا كبرلمانيين، لأن الفلسطيني يعيش معادلة غير منصفة ومفارقة غير مفهومة. منذ أكثر من 50 عاماً يرفع الفلسطيني غصن الزيتون فيجابه بالصواريخ ومدافع الهاون، وعندما يرفع حجراً تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز. هل مطلوب من الفلسطيني أن يرفع خرقة بيضاء ويغادر أرضه إلى المجهول؟ هذا لن يحدث أيها السادة، ونحن نقول العربية هذا عشم إبليس بالجنة. صدقوني لن يحصل، فالفلسطيني عبر 70 عاماً هو لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره، وأنا أقول لكم مقابل كل مأتم فلسطيني 10 أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني 10 ردة، ومقابل كل طلقة رصاص 1000 صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية ولافتة. هذه جردة حسابنا الأخلاقية والمبدئية ببساطة واختصار. وإذا كان حضور السياسة وإشاراتها لا يكفي للفهم، فلا بأس من استدعاء الأسطورة. سيظل سيزيف يتمثل بهذا الكيان الغاصب، وسيظل الفلسطيني صخرته العنيدة. هذه هي المعادلة الجارية، وعليكم التعامل وفق مقتضياتها. شكراً على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.